طيب ده فيما يتعلق باخبار الفريق. خليني اقول لحضراتكم ان تاريخ مواجهات الاهلي وفرق زيمبابوي، الاهلي اول مره يلعب بلاتينيوم، المواجهه دي هتكون اول مواجهه في تاريخ الفرقتين، لكن قبل كده اتلعب عدد من المباريات ما بين الاهلي وبعض الفرق في زيمبابوي، 8 مباريات او 8 انتصارات للاهلي وتعادل وهزيمه في مجموع 10 مباريات. لاعبي النادي الاهلي نجحوا في هز شباك فرق زيمبابوي 17 مره واستقبلوا 5 اهداف. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الحالي هو اول من احرز هدف في شباك الفرق الزيمبابويه من خلال 4 اهداف، هو الهداف التاريخي للمواجهات وجاب هاتريك، الهاتريك الوحيد في مواجهات الاهلي وفرق زيمبابوي، واخر هدف كان لمحمد سمير مدافع النادي الاهلي السابق في شباك احدى الفرق. يعني دي بعض الاحصائيات البسيطه كده اللي حبينا نقولها لحضراتكم. الاهم في كل الاحوال ان الاهلي يكون موفق في مباراه اليوم، وباذن الله يقدر يحصد 3 نقاط جديده في مشواره بعد الفوز على الهلال السوداني في الجوله السابقه والهزيمه في الجوله الاولى امام النجم الساحلي التونسي. 6 نقاط ان شاء الله توصل لهم النهارده قبل مباراه زيمبابوي هناك، بلاتينيوم هناك في زيمبابوي، تقدر تفوز ب3 نقاط اخرى تبقى 9 نقاط والامور تمشي بشكل جيد وافضل